السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بفيديو جديد عن ازاي نعمل كرومات خاصة بك لاشتراك قناة اليوتيوب عن طريق برنامج قيم مصر. قبل ما ندخل فيديو جديد في القناة، اشترك فيها وفعل زر الجرس وانزل اضغط لايك عشان ننزل جديد ان شاء الله. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. نخش على قيم مصر، هسيب لكم لينك تحمله تحت في الوصف، ندخل عليه. سيبوا يحمل معانا، نعمل مشروع جديد. اهو يا جماعة، نعمل مشروع جديد 16/9. وسايط، نختار الكرومة بتاعتك، هسيب لكم اللينك تحملها تحت في الوصف. حرامي صح، كبرها معاك عشان نعرف نشتغل. كبرها، تيجي هنا الطبقة الوسائط وتضغط اللوجو بتاعك، صغرها تحطها هنا ونضغط رسوم داخلية متحركة تمرير لأعلى وخليها نص ثانية، ندخل على صح ونيجي هنا طبقة ونص، تكتب اسم قناتك أو اسمك، اسم قناتك موافق، ونخلي اللون أسمر على صح، ونغير الكلام ده مثلا العلامة صح، وتشي تسحبها هنا تصغرها وتضغط رسوم متحركة داخلية تمرير لأعلى، تضغط علامة صح، شغل شوفها منها ايه. هنا بقى نضغط هنا سوا كده، والصورة كمان نضغط علامة صح، نشغل ونقص دي نشغل نشوفها من ايه. نضغط تصدير، تصدير تخطي سوي تصدر معانا. نرجع نعمل مشروع جديد ونختار خلفية، أي خلفية أنت من عندك، وتيجي عندي طبقة الوسائط ونعمل الكرومة اللي لسه عاملها دلوقتي، علامة صح، نضغط عليها، نضغط هنا دي التانية دي، نضغط صح، شغل نيجي نطلع الصورة، مش الصورة مش الصورة دي، ونضغط دي، ضغط صح، ندخل مفتاح الصفاء انت ممكنه، نضغط صح، نيجي نشغل الفيديو، نطول دي معاه،
قول صح. ونضغط تصدير. تصدر معانا كده يا جماعة. اه يا جماعة عايز معانا كده، يبقى كده اتحفظ في الاستوديو عندك او مشغل الفيديو. وبكده يا جماعة نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عجب ما تنساش، لو عجب الفيديو ده انزل اضغط لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.